بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي شباب، اللهم صل وسلم وبارك. ان شاء الله هنتكلم عن محاضرة كمان، البلس. البلس ديت اللي هو النبض، هنتكلم عن النبض برضو، كلام سهل وبسيط واسئلته مباشر، كل اسئلة الاساسيات مباشرة على فكرة، فعشان كده بطمنك وبقول لك ان اسئلته مباشرة فعلا، مش بضحك عليك. تمام تمام بعد كده قال لك الديفينيشن بتاع الايه، الديفينيشن اوف البلس. ثانية واحدة خليكم معايا. تمام، الديفينيشن اوف البلس قال لك البلس ان التريتد الترنيت الترنيت اكسبنشن اند ريكول اوف اني ارتري از ذا ويف اوف البلاد از فورس از فورسد. يعني ان النبض دوت او نبض التمديد البديل والارتداد للشريان، يعني نبض رايح وجاي، يعني معنى صح نبض اللي هو رايح وجاي، يعني لما يبتدي يتضخ ويرجع فدي تعتبر نبضة كاملة، زي لما يتم دفعة موجة لضغط الدم ثرو من خلال it by the contra indication of the left particular. من الايه، لما يتم دفع نقل الدم او موج الدم من خلال تقلصات البطين الايه الايسر، يعني ما يحصل تقلص البطين الايسر يبتدي يضخ دم، فدي تعتبر نص نبضة. انما بقى لما يتم رجوع الدم للبطين الايمن فكده كده ايه، نبضة كاملة، يعني اللي هو راحت وجت، يعني الموجة راحت وجت، فدي تعتبر نبضة كاملة. تمام، قال لك it is felt by palpation as a superficial artery that has a bone ايه behind it. يعني عما يتم احساسها او عما يتم الشعور بها عن طريق ملامسه شريان سطحي فين، في زي الايه، زي الابيكال، الابيكال بالس اللي هي في الايد ديت، الابيكال بالس قصدي اللي هي عند القلب، الابيكال بالس اللي هي عند القلب بره عن طريق السكين، فانت كده بتعمل بلبيط وتبتدي تحس الايه النبض. وهنعرف كل انواع النبض دلوقتي، هنعرف الاماكن اللي احنا بنقيس فيها النبض، وانت اكيد عارفها من العمل. تمام تمام، فده البلس قلنا ان هو نبض تمديد، ويعني انبساط وانقباض معنى صح ليه للشرايين اللي عم تدفع دم وترجع الدم مكانها، يعتبر ايه نبضة كاملة. تمام، بعد كده ايه يا عمي، بعد كده قال لك كاركترستيك كاركترستيك اوف الايه البروبيريال بلس انكلود، اللي هو تشمل خصائص النبض المحيطي البروبيريال اللي هو النبض المحيطي، الريت المعدل الريزم الايقاع بتاعه عند الايه عند الامبيوليتد اللي هو السعه بتاعته، الكواليتي الجوده سترونج اور ويك اللي هو قوي ولا ضعيف. تمام، هذه كاركترستيك، هذه الخصائص قال لك ار انديكيتورز عم تشير للافكتيفنس اوف الهارت اذ ابام، عم تشير لفعاليه القلب كاي كمضخه، يعني القلب عم يضخ دم ولا لا، فعاليه القلب هل هو عم يضخ بشكل سليم مش عم يضخ الكلام ده كله. تمام، قال لك ذيس كاركترستيك زي ما قلنا ان هي عم تؤثر او تؤثر بشكل فعال على القلب بالبامب اللي هو مضخه في القلب، ذا فوليوم اوف البلاد ايجكتد وذ ايتش هارت بيت، اللي هو قال لك حجم الدم المنبعث مع كل نبضه اللي هي حجم الايه البيت الضرب، يبقى حجم الدم المنبعث اللي هو مبتدي يتضخ دوت مع كل نبضه اللي هو ايه ومع كل نبضة في القلب اللي هو حجم الايه الضربة الريت بتاع الايه، قال لك السترونج فوليوم اللي هو الضربة القوية او حجم الضربة، اند ذا ايديكيوت اوف البروبيريال بلاد فلو، و الايديكيوت وكفاية محيطها او كفاية محيط تدفق الدم، يعني ان خصائص الدم دوت بيبقى المعدل بتاعها الريت والريزم والايقاع والسعة، سواء كانت الجودة بتاعتها الكواليتي قوية او ضعيفة. تمام، سترونج او ويك او ضعيف، الخصائص دي قال لك تعتبر مؤشرات فعالة تعمل في مضخ القلب، او ان المضخ دوت يعني ايه، لو عرفت ان الريت بتاعه كويس فالمضخ فالقلب بيعمل كمضخ كويس. تمام، دي تعتبر فعالية القلب كايه كمضخة مؤشرات ليه. تمام تمام، بعد كده البلس ريت اللي هو معدل النبض، قال لك ذا بلس ريت از ا ميجرمنت اوف ذا هارت ريت، عم يقيس معدل القلب، ان البلس دوت عم يقيس معدل القلب، قال لك اور ذا نمبر اوف تايمز ذات الهارت بيتس بير مينيت، وعدد ضربات القلب في المينيت في الدقيقه. تمام،
the heart pushes blood through the arteries وعدد مرات الدم او عدد مرات القلب لما يدفع فيها الدم داخل ايه في الارتز الشرايين. قال لك the arteries expanded and contract with the flow of the blood يعني ان الارتز ده بيحصل لها اكسباند يعني تتمدد وكونتراكت يعني تنكمش بايه بحجم الدم او بالفلو بحجم الدم اللي عم يمر فيها يعني يمر فيها دم كتير فبتدي تتوسع تمر فيها دم قليل وهكذا. تمام قال لك تيكينج البلس نوت اونلي ميجرنج ذا هارت ريت مش ان انت تاخد ان انت تاخد نبض دوت او مش عم يتقاس النبض بالابيكال بلس بس او من الهارت ريت بس من عند القلب بس but also can indicate the following ممكن يشير لحاجتين تاني او ممكن يشير ايضا للريذم الهارت ريذم والسترينث اوف ذا بلس اللي هي قوه الايه النبض. تمام ما هي قال لك النورمال ريستنج هارت ريت اللي هو معدل الضبط معدل القلب الطبيعي ما تراوح بين فور ان ادلت في البالغين انورمال ريستنج هارت ريت رينجز اللي هو معدل الضغط الطبيعي عند البيشنت ده معدل البلس جزء الطبيعي عند البيشنت دوت من 60 ل 100 بيتس بير مينيت يعني من 60 نبضه ل 100 نبضه بيتس في الدقيقه في المينيت في الدقيقه. تمام تمام يعني انت لما تيجي تقيس الابيكال مثلا عند القلب كده فانت ممكن تقيس وليكن قيست مثلا 50 مثلا 40 في نص دقيقه فكده تعتبر تضربها في 2 تبقى 80 في الدقيقه. تمام تمام يبقى في العضله من 60 ل 100 وما تنساش الرقم ده. تمام فور اول تريننج اتهيليتد انورمال ريستنج هارت ريت مي بي كلوزر تو 40 بيت بير مينت يعني ان بالنسبه للرياضيين او للرياضي اللي عم يبتدي يتدرب كويس ان ممكن معدل ضربات القلب الطبيعي بتاعه اثناء الراحه يكون اقرب من 40 يعني لما بعد ما يعمل نشاط كبير ولما يبتدي يرتاح ممكن يقل النبض بتاعه ليه ل 40 نبض. تمام الهيلثي ادلت للبالغين اللي هم الصحيين the lower heart rate or rest generally implies more effectiveness more efficient heart function and better cardiovascular fatigue يعني ان بالنسبة للناس البالغين الاصحاء ان انخفاض معدل ضربات القلب عندهم اثناء الراحة عم يعني بشكل جنرالي بشكل عام ان عمل كفاية القلب وتحسين لياقة القلب ولو قال ايه ان القلب عم يحتاج لكفاءة اعلى يعني عايز يحصل له تحسن يعني بمعنى صح. تمام ولازم نعمل له ايه كارديو فاسكولار فيتنس ان هو ضعف ان القلب ابتدى يحصل له ليونة وضعف وان الاوعية الدموية ابتدى ايه تجل. تمام بقى كده قال لك الريكوردنج اند ريبورتنج اوف البلس اللي هو التسجيل وايه وريبورتنج وتقرير الايه البلس النبض اسسمنت اوف البلس النورمال الى نورمال الريت المعدل من 60 ل 100 بيت بير مينت. قال لك يا اما تاكبني يا اما برادبني الاب نورمال لو تاكبني زياده لو برادبني اجل. تمام الريزم الايقاع بتاعه لو ريجولار تبقى نورمال لو ار ريجولار اب نورمال الفورس القوة لو سترونج تبقى نورمال ويك يبقى اب نورمال الفوليوم الحجم بتاعه لو فول فوليوم يعني الصوت بتاعه كامل يبقى نورمال لو لو امباتي يعني فارغ يبقى اب نورمال. تمام بقى كده البلس بريشر اللي هو ضغط الايه ضغط النبض. تمام قال لك ذا ديفرنس بتوين السيستوليك اند الدايستوليك ريدنج اوف البلاد بريشر الفرق بين او الاختلاف بين السيستوليك اللي هو النبض الانقباضي والنبض الانبساطي في البلاد بريشر في ضغط الدم. قال لك ذيس تو اكستريميتيز از كولد ذا بلس بريشر اللي هو قياس النبض يعني ممكن عن طريق النبض ان انت تقيس البلاد بريشر زي ما شفت الجهاز الزئبق دي حقيقي. تمام فدي الاختلاف بين السيستول والدايستول بتاع البلاد بريشر. تمام تمام قال لك ان ابيرسون ويز السيستول بلاد بريشر اوف 120 السيستول اللي هو الضغط الانقباضي الانبساطي قصدي 120 ام ام اتش جي اند الدايستوليك اللي هو اللي بيبقى من تحت دوت الانقباضي بريشر 80 يعني 120 على 80 ده شخص صحيح. تمام قال لك ذا بلس بريشر وود بي 40 ام ام اتش جي اللي هو ايه مليمتر زئبق في الدقيقة. تمام البلس بتاعه في الدقيقة. تمام فده يعتبر شخص هيلسي يعني شخص صحي. تمام تمام بعد كده الكومن سايتس فور بالبيشن ذا بلس اهي الاماكن الشاع اللي احنا ممكن نقيس منها البلس كذا مكان وجايب لك رسمة توضيحية
يعجب لك رسمة توضيحية ده أكيد هنشوفها كمان أكيد فيه. تمام، أول حاجة الريديال بلس، الريديال بلس اللي هو ثانية واحدة، ايوه الريديال بلس اللي هو شريان، اسمه شريان الكوابوري دوت، بيقول لك هو الاكثر استخداما، الاكثر استخداما، قال لك ايه، قال لك ان الريديال بلس ات ذا ريست، عند الريست اللي هو عند الايد اللي انت خدته دوت عند الريست، از ذا موست كومنلي يوزد فور بالبيشن ذا بلس ريت، هو اكتر مكان نقدر نستخدمه عشان نقيس ايه البلس معدل النبض. قال لك بيكوز ات ايزلي اكسسبل اند كان بريزد اجينست ذا ريديال بون، اللي هو عن طريق عظمه البونز، يعني يعتبر اسهل مكان تقدر تقيس فيه وتعمله بسرعه. تمام، لما القلب ممكن تقول تحوش الهدوم مش عارف ايه والكلام ده كله، او ممكن تكون تجيس من فوقها والجو ده كله، فهو ايه حوار. انما الايه ريديال بلس على طول. بعد كده السوبرفيشال تمبرال ارتري، قال لك ان ذا تمبرال ريجون، في منطقة الايه، في منطقة الصدغ اللي هي يعني شريان الصدغ السطحي، في منطقة الايه الصدغ. تمام، بعد كده ايه الاكسترنال كورديتد ارتري اللي هو موجود في الايه في النك في الرجا، ودول اخدتهم برضو في العملي بالتفصيل. السوبر كلافينج ارتري، السوبر كلافينج ارتري اللي هو الشريان تحت الترقوة، اللي هو الشريان تحت الترقوة، قال لك behind the inner end of the clavicle against the first rib، اللي هو خلف النهاية الداخلية للترقوة تحت الضلع الاول بالظبط. تمام تمام، هكذا بريكيال ارتري، ذا بريكيال ارتري اللي هو الشريان العضدي، وده في اون ذا انر اسبكت، في الجزء الانر الداخلي من الابر ارم، من الجزء العلوي من الدراع، اللي هو بتيجي تقيس فيه ايه، تقيس فيه لو انت معاك جهاز ضغط تلف في مكان جهاز الضغط وتحط السماعة عليه. تمام تمام، بعد كده الفيمورال ارتري اللي هو الايه الشريان الفخذي، الفيمورال ارتري اللي هو الشريان الفخذي، وده قال لك ان ذا ميد جروين، يعني في منتصف الفخذ. تمام، بعد كده البوبليت ارتري اللي هو البوبليت ارتري، قال لك الشريان المقبضي، ودوت يعتبر ايه بيهايند النين خلف الركبه. تمام، ذا دورزال بيدز ارتري اللي هو ايه الشريان الظهري للقدم، يعني اللي هو مشط القدم، شريان في شريان بيلو ذا انكل او فوق الانكل، اون ذا دورزم اوف الفوت، يعني فوق كده في منطقه الايه المشط بتاع القدم. تمام، بوستيريور تيبيال اللي هو ايه تنوب الخلف البوستيريور، قال لك فاز خلف ايه جاست بيهايند ذا انكل بون، خلف عظمه الايه الانكل، خلف عظمه الكاحل. تمام تمام، بعد كده الابيكال باس اللي هو الابيكال اللي هو بقى القلب ده اللي بنقيسه عند القلب، اللي هو الابيكال باس امور اكوريت استيميوليت، قال لك ده يعتبر اكتر منطقه دقيقه اكوريت ممكن نقيس فيها الهارت بيت، اللي هو عدد ضربات القلب بير مينيت في الدقيقه. ات از اوبتيند باي ليسننج، تعتبر ايه استماع ويز ساتيسكوب، بنسمعها بالساتيسكوب بالسماعه طبعا. اوفر ذا ابيكس، في منطقه الابيكس اوف الهارت بتوين الفيفث اند سيكس ايه ريبس about since 3 inches اللي هو 8 سنتي، ودي عارفين تحديدها ازاي، اللي هو انت بتعد الريبس البتاع دوت الفراغات اللي هي الابكس، الفراغات بتوين الريبس، الفراغات بين الضلوع. تمام، بتعد 5 او 6 او 6 فراغات او 6 ابكس، 6 فراغات بتوين الايه الريبس، وكده اتحددت ان الابيكال بالس، وتقدر تقيس فيه زي ما انت عايز تو ذا ليفت اوف ذا ميديان لاين، ذا ليفت في الجزء اليسار من الميد لاين، من منتصف الجسم زي ما قلنا. تمام تمام، اللي هو خلف النيب اليسار الحلمه اليسرى. تمام تمام، وده شكل مجسم معاك لازم ايه تشوفه وتبص عليه كويس. تمام، بعد كده البلس ريت اللي هو معدل النبض، البلس ريت معدل ايه النبض، قال لك الابنورماليتيز اوف البلس ريت، ايه الحاجات الابنورماليتيز اللي هي التشوهات او الحاجات الغير طبيعيه اللي بتحصل في النبض، قال لك التاكي كارديا اللي هو البلس عم يكون فيه ابنورمالي رابد، يعني سريع بشكل غير طبيعي. تمام تمام،
تاكي كارديا زي ما قلت لك، تاكي كارديا عالي، برادي كارديا هتبقى اقل دلوقتي، تمام؟ يبقى تاكي كارديا زي تاكي ابني وبرادي ابني، تمام. يبقى تاكي كارديا ده البلس بيكون فيه رابد يعني عالي. ان ادلت في الادلت از كونسيدرد تو هاف تاكي كارديا وين هيز البلس، لما يكون البلس ريت او معدل البلس دوت 100 بيت بير مينيت، يعني من 100 واكتر، فدي يعتبر عنده، كنا نقول الشخص ده عنده تاكي كارديا، يعني معدل معدل النبض بتاعه ايه عالي، تمام. انما برادي كارديا يعني البلس ريت، معدل البلس اب نورمالي سلو، يعني ما يقل بشكل غير طبيعي، اند بلو اقل من 60 بيت بير مينيت، اقل من 60 نبضه في الدقيقه، تمام. الريتم الرقاع بتاع الايه البلس بقى، قال لك ريفيز تو ذا بيترين بيترين اوف البيت، قال لك ان الريتم الايقاع بتاعه عم يشير لنمط النبضات، ويشير لايه البيترن اوف بيتس، لنمط النبضات. ذا انترفيل بتوين الاتش بيتس شود بي اندنتيل، يعني ايه؟ يعني الفتره الفاصله بينه يجب ان تكون بين نبضه، بين كل نبضه متطابقه، يعني الفتره اللي عم تفصل بين كل نبضه ايه لازم تكون متطابقه، متبقاش ريجولار، تبقى ايه ريجولار، تمام. الريتم اوف بيتس اللي هو ايقاع النبض من ذات البيتس ان ضربات القلب ار ايدنتيكال، يعني يتم التعرف على انفورس اند سيبريتد باي ايكوال انترفيلز، يعني يتصل بين النبضه دي والنبضه دي، او المسافه بين النبضه دي والنبضه دي لازم تكون ايه متساويين، لازم تكون المسافات دي متساويه، تمام. بعد كده الابنورماليتيز ان بالس ريزم، ريزم اللي هي الحياه الابنورماليتيز الغير معتاده اللي هي بس اكفي اكفي. الابنورماليتيز ان بالس ريزم اللي هي الحياه الغير متوقعه والغير متوقع حدوثها، الحياه الابنورماليتيز الغير شائعه فين؟ في البالس ريزم، في قاع البالس. قال لك ان الريجولار بالس ريزم از كولد اريتاليزم، ايقاع غير منتظم، او الحياه بيج من البيجمينال اللي هو قال لك ايه it consist of two regular beats followed by longer than normal beats with no beat، يعني واحد يعني نبضتين طبيعتين والتالتة تكون، او المسافة بين التالتة تكون ايه longer، تكون اطول بقى، يعني المسافة النبضة الاولانية بعدها مسافة متساوية مع النبضة التالتة، نيجي المسافة بتاع النبضة التالتة بقى نلاقيها ايه longer اطول، فدي تعتبر big mental، تمام. and then two beats again followed by by a beat، يعني ان بعد نبضتين عم يكون متبوعة بوقفة، يعني نبضتين وقفة ونبضتين ومسافة طويلة، تمام. تاني حاجة قال لك البريماتيور بيت اللي هي ليه الاكسترولي، البريماتيور بيت اللي هي الضربات المبكرة، اللي قال لك البريماتيور بيت دي اوكورز بيفور انورمال وان، في ان البريماتيور ديت عم تكون نبضة مبكرة قبل النبضة العادية، يعني النبضة صغيرة كده مبكرة قبل ما تحصل النورمال بيت او النورمال وان النبضة العادية. it is the less intense than the normal one، ان البريماتيور بيتس دي ار sometimes called a extra systole، extra systole يعني بمعنى ان ايه، ان قال لك ان الضربات المبكره دي عم تكون احيانا ايه نبضات اضافيه، تكون احيانا اللي هي ايه كولد اكسترا سايستول، نبضات اضافيه سايستوليك، تمام. بعد كده الفورس اند الفوليوم اللي هو القوه بتاع وحجم الايه البلس، قال لك الريفيوز ريفيرز تو جاسز تو جاس اوف البل اوف البلاد ذات بن ذات بومبيد، يعني يشير لتدفق الدم، عم يشير لتدفق الدم لما يضخه البطين اللي بامبد باي ذا ايه ذا فينتركال كونتر اندكيشن كونتر اكشن، اللي هو تفاعلات البطين، يبقى عم يشيرها اللي هو بامبد ضخ البطين او تفاعلات الايه ايه البطين، وايه كمان، وقال لك البوش دي ثرو ذا ارتريس، والدفع عن طريق الشرايين، وذ ذا بلاد از ميد باي ذا سيرتن ديجري، اللي هي بحيث يلتقي الدم بسيرتن ديجري بدرجه معينه، يبتدي يلتقي الدم بدرجه ايه معين، تمام. الابنورمالز اللي بتحصل في البيت في الفورس والفوليوم، الحياه الابنورمالز غير معتاده في الفورس وفي الفوليوم، قال لك الفيبل اللي هي الويك تبقى ضعيفه
when the volume of the blood is very little لما يكون الفوليوم الحجم بتاع البلاد ايه قليل تمام and it is easy to stop وسهل ان هو يتوقف قال لك the feel of the blood wave موجات البلاد with slow pressure of the finger tips لما تيجي تدوس بالفينجر تيبس عشان تعرف الابيكال التيبيال بلس مش هتحسه تمام عشان الايه النبض هيبقى ويك ضعيف باوندينج بلس رقم 2 باوندينج بلس اللي هو النبض المحيط الباوندينج بلس باوندينج بلس از باورفول يعني اند سترونج قوي بلس ويتش از اكسبيرينسد فور ا شورت بيريود ولكن دوت موجود لفتره قصيره بقى النبض المحيط ده نبضه قويه ودي تعتبر من بيريانسد ايه لفتره قصيره او تشير لفتره قصيره تمام اندر نورمال كونديشن تحت الظروف العاديه الباوندينج بلس كان بي كوز ديفايست ستينسد اكسرسايز يعني ايه الاكسرسايز العنيف او الاكسرسايز القويه الانكزيتي القلق البريجننسي الحمل الفيفر اند ايه الكحول يوز واستخدام الكحولات والفيفر الحمى الابنورماليز اوف بالز ريت اند الفورس الحاجات الابنورماليز غير طبيعيه اللي بتحصل في الريت المعدل بتاع البالز والفورس والقوه بتاعته قال لك 3D بالز اللي هو النبض الحاد 3D بالز النبض الحاد قال لك النبض الحاد من النوع ده من النبض ان عشان هي this type of pulse is weak نوع النبض دوت من البلز weak in force ضعيف في القوة and is the rapid rate وكمان ايه سريع it occurs in shock عم يحدث في حالات الايه الشوك في حالات الصدمة تمام قال لك ال NV على سبيل المثال if the pulse rhythm الايقاع بتاع البلز is irregular غير منتظم The heart rate اللي هو معدل ضربات القلب should be counted by الايه الاسكلتيشن يعني عده وسط الاسكلتيشن بالايه بالستاتسكوب عن طريق الابيكال بلس فور فول مينتس لدقيقه كامله which simulates palpation of a radial pulse او ممكن تحسه عن طريق البالبيشن بالراديال بلس In this discrepancy between contraindication heart and pulses felt in note ولما يحصل اي ايه ولما يلاحظ اي تباين بين الانقباضات المسموعه تمام النوتس اللي هي الملاحظه او المسموعه الديستريبيونز اوف الريزم اللي هي الديستريميزز اوف الريزلت از بلس دايركت يعني ايه ويلاحظ اي تباين في الانقباضات والنبضات المحسوسه واضطرابات النظم في كثير من ايه من الاحيان عم يؤدي الى ويشير الى عجز في البيت عجز في النبض تمام وعندك صوره قدامك قال لك ان الايه دي تعتبر ريجولار البيت تاكي كارديا اللي هو ايه الضغط بتاع البلس بيبقى عالي تمام برادي كارديا البلس بيبقى اقل الباوندنج اللي هو قوه اكبر و صوته اكبر يعني وزياده تمام الويك اللي هو الضعيف تمام الايرجولار نبضتين ومسافه او نبضه ونبضه وما فيش كده تمام الانترميتال وهكذا تمام بعد كده الافكتور افكتنج اخر حاجه معانا اللي هي العوامل لما تاثر على الايه البلس الفاكتور افكتنج البلس ريت العوامل لما تاثر على البلس اول حاجه 6 اللي هو الجنس الومن هاف ا سلايتلي فاستر بلس ريت ذان المن ان الومن طبعا البلس بتاعها اسرع من المن من الرجال زي ما قلنا بسبب البريجننسي الحمل بسبب وهكذا تمام اول حاجه الجنس ان الومن ديت عم يكون عندها التغيرات بتاع البلس بريشر برضو اكتر من المين الايج العمر ان البلس ريت ده جراديوالي ديكريز عم يزيد تدريجيا فروم البيرث اند ايه اند ادلت هود ديو ايه ديو ذا ديكريز الميتابوليزم ريت عم يزيد من الطفوله لحد الادلت هود لمرحله البلوغ بسبب زياده في الميتابوليزم ريت في معدل التمثيل زين انكريز ويز ذا ايفيدنس اولد ايج بعد كده عم يزيد لما تبتدي تكبر ايه في السن الاولد ايج تمام
بعد كده البودي تمبريتشر اللي هي درجة حرارة الجسم، ذا بالس ريت انكريز اباوت 10 بيت بير مينت، 10 ضربة في الدقيقة و10 نبضة في الدقيقة فور اتش ديجري لكل درجة. يعني لو زاد درجة حرارة الجسم درجة واحدة هتزيد الايه البالس 10 دقايق. خلي بالك منها ديت عشان ممكن تجيلك كمسألة في الامتحان. تمام. ممكن يقول لك زاد الجسم مثلا 5 درجات، فكم يزيد عدد الايه بالانجليزي بقى مش بالعربي، فإذا فكم يزيد عدد النبضات؟ هتقول له بقى 10، كل واحدة بيزيد 10، يعني 5 × 10 بكام؟ ب50 بيت بير منت. تمام، ده مثلا فور اتش ديجري لكل درجة. تمام، سنتر جارد اوف التمبريتشر ايفالويشن ديو تو بسبب الانكريز في الميتابوليزم الدمي، يبتدي يعني يزيد التمبريتشر درجة الحرارة او يعلى بسبب الانكريز في الميتابوليتيك ديمندز، يعني بسبب زيادة في عمليات التمثيل الغذائي اند الكومبنساتوري ميكانيزم تو انكريز الهيت لوز و وايه والآليات التعويضية ديت عشان تعوض المفقود في درجة الايه درجات الحرارة، والآليات بتاع فقد درجة الحرارة عشان تعوض المفقود. تمام. بعد كده رقم 4 الدايجستيشن اللي هو الهضم، زي انكريز الميتابوليزم كريت زيادة في التمثيل الغذائي ديورنج الدايجستيشن أثناء الهضم دوت، والانكريز البالس ريت عم يزود البالس ريت سلايتلي تدريجي. تمام. البين انكريز البالس ريت، الألم عم يزود برضه. تمام، الايموشن اللي هو العاطف بتاعتك، سواء انت تشعر بالفيل الخوف الانجر الانكزيتي الاستريس، كل ده الانكزيتي اللي هو القلق والانجر الغضب الاستريس الضغط. تمام، اند اكستمنتس انكريز زي ذا بالس ريت، وكمان عم يزود في الايه في البالس ريت. تمام، الاكسرسايز بتاعتك طبعا لما تعمل اكسرسايز اكتر الهارت ريت يزيد اكتر وتحتاج اكسجين. تمام، البلد بريشر ضغط الدم نفس الكلام، لما يبقى البلس زيادة ضغط الدم أعلى، البلس أقل ضغط الدم أقل، وهكذا. قال لك in general the heart rate and the blood pressure have an inverse relationship بينهم علاقة. تمام، when the blood pressure is low، لما يكون ال blood pressure low there are an increase في البلس، لما يكون زيادة لما يكون ايه البلس عالي. As the heart attempts to increase the output of blood from the heart lower cardiac output المخروج القلب، يبقى لما يكون ضغط الدم عالي بيكون ايه بيكون البلس قليل، لما يكون ضغط الدم قليل. تمام، بيكون ايه لما يكون البلد بريشر لو اهو بيكون البلس انكريز، لما يكون البلس قليل يعني بينهم علاقة عكسية، لما يزيد البلس يقل البلد بريشر، لما يقل البلد بريشر يزيد البلس. تمام، بعد كده الهرمونز الهرمونات ودي حكينا عنها، كنا الهارت ريت هرمونات الهارت ريت زي الايبيفيرين والنيفرو والنورو برو والنيرو ايه والنورو ايبوفرين دوت والسيرويد هرمونز وهرمونات الغدد الدرقية بيسبب انكريز في الايه في الهرمونات او ديكريز في الهرمونات، يعني زيادة او نقص في الهرمونات بيسبب على البلس. تمام، الميديكيشن اند دراجز الادوية والمخدرات اللي بياخدها برضه بتأثر على البيشنت. قال لك زير ار ميني ميديكيشنز ذات كان كوز التريشن او تسبب بلس ريت، تنبهات او تغيرات في البلس ريت. تمام، سم ميديكيشن انكريز بيشنت بلس، بعض الادوية عم تزود and other decrease والاخرى عم يقل في الريت في المعدل بتاع البلس. قال لك فور اكزامبل على سبيل المثال الديجيتال سلو ذا ريت، هات الرقم اللي بتنزل الريت، والابيفرين اللي هو الادرينالين انكريز ما يزيد الادرينالين. تمام، قال لك زي الكافيين كان اولسو كوز البالبيشن اوف الاكسترا بيتس يزود البيتس. تمام، الديسيز اخر حاجه وهي الديسيز الامراض، قال لك ميني اكيوت اند كرونيك هيلث كونديشن، الحالات الكرونيك الحالات المزمنه او الحاده ديت افكت عم تؤثر على البيشنت بالص على نبض الايه البيشنت بالص ريت على معدل النبض. قال لك ساتش از زي البنيمونيا اند الايه السبسيس زي التعفن والامتان، اللي هو زي البنيمونيا اللي هو التهاب الرئوي، سيبسيس اللي هو التسمم او التعفن. تمام، ده الدرس بتاعنا اللي هو بيتكلم عن الايه عن البلس. زي ما قلت لك الاسئله سهله وبسيطه ومباشره، فانت بس لو قريت المحاضره هتستفاد والله وهتحل،
لو سمعتها بس، وان شاء الله ورانا كده مش هتحتاج اي حاجة تاني خالص بإذن الله. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوا كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.